زين وجعلك تمد من زود. الله يطول عمرك. الله يعزك. الله يعزك. الله يعزك. تعال يا عبد الله هنا. ابو عايد. سمي ابو بكر. سم الله اداك. اسلم. والله انه حققه وان شاء الله نبي حقق اللي في خاطره. باذن الله. معلق حقنا الهجن. اي نعم. يا حقنا الهجن سواء في عمان ولا الدول الخليجيه. الرجال ذا شفت تعليقه موجوده ومسجله في اليوتيوب القناه. من دار انت ميزين. ابو عابد والله ما شفنا العلم الا العلم الطيب والجناب الدم والفزع على العجله وانه شرف دولته ومثل خير تمثيل. الله يطول عمرك. لو يلقون مثل اقا ذره ما بلقنا على عبد الله. احنا نطالب بجمهورنا ونكره. الرجال ذا يستاهل الدعم. يستاهل. الرجال ذا يستاهل الدعم. والله انه يستاهل. والله العلي العظيم انه يستاهل. الله يعزك ابو بدر ولا عليكم زود يا الربع جميع. والله العظيم اني عارف اللي في خط اركب وادري بكم انكم تعرفون اللي في خاطري. فعسى الله يوفقكم. ما ادري سمعتوا رسالتي ولا لا. انا اقول لكم تكفون انكم تشدون حيلكم في البرنامج. طلوع البرنامج ترى من طلوع كلنا المتسابقين ابو عبد الله فقط. حتى الربع اللي طلعوا قبلي وانتم تعرفون هذه آلية برنامج. نعم. كل يوم سبت مروح مني غالي ولكن اللهم لك الحمد. الفقد وش الفقد؟ الفقد يوم تدفن واحد في الثرى. اما دام اني اللهم لك الحمد عايش وبخير وطيب الحمد لله. رايع عنكم 15 يوم 20 يوم وان شاء الله هنا معودين لكم. فالخوه خوه عمر ما هي خوه برنامج مثل ما قلت لكم. والله اني عاد على روسكم وانتم عدوا على راسي. عرفوا ان لكم اخوه في عمان كل ما بغيتوه لقيتوه سواء في عمان ولا برا عمان. وافي. احد عنده كلمه يا الربع؟ سامي ابو معدي. انا عندي الكلمه اللي هو يجيب. انا اقول الله يحسن عزاء نسخه برامج. الله يطول عمرك يا ابو معدي. ما عاد ورد الكلمه شيء. يمكن ابو معدي يختصر الموضوع كامل لكم يا اعزائي المشاهدين. نبي الان صوره مع اخونا عبد الله. الله يطول عمرك. نبي نوادعه. ان شاء الله الصوره بها ابتسامه ما بها ابو عايد. اي ابتسم. لبيه. لبيت محتج. ابو عبد الله اخوياك تعرف وش اللي بيخطر. ما يحتاج. نعم ما جاء والله انه متاثر. ولا يقدر يتواجه بمواجهه. صابرين والله اني صادر. وطلبوني اني اعذرهم وقلت لهم لا والله ما اعذورين. انا قلت لك اذا انك تبغى تشوف حبك في عيون اخوياك روح وناظر في عيونهم. الله يطول عليك. الله يطول اعماركم. نبي ناخذ صوره مع الكاميرا هذه يا الربع مع اخونا عبد الله. لكن نبيها ابتسامه يا الربع. والله اللي مرحبا والله يا ابو حسين. يلا يا الربع انظر في الكاميرا. تشيز. هينا ما فيها خصم انظر في الكاميرا عادي. عسى الله يطول. خلاص مش عسى صورت. عسى ربي يحفظك يا عبد الله. اخوانك المتسابقين بيفقدونك لكن ان شاء الله باذن الله انهم اسمعوا وصيتك واسمعوا طلبتك انهم يشدون حيلهم في البرنامج. استودعكم الله اعزائي المشاهدين في امان الله. يلا يا عبد الله سلم علينا. على سيحة بيض الله وجهك الصلاة فرح ها؟
يلا بسم الله. ما يحتاج يا ربي يحفظ اللي بخطركم. والله يا الربع عندي معروفه والله العظيم اني عارف كل خاطر واحد منكم. عسى الله يملنا ان شاء الله. والله مجمل وصبي جميل عليكم زود ان شاء الله بنجيكم هناك. اللهم امين. وانا خابرك للحمل والكايدة تبعير يدك العوايق داك لو راسهم عرقان.